نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 21 تموز 2024 ضمن سلسلة الحلقات اللي عم تبرز دور المرأة في المجتمع اللبناني بالتعاون مع 50-50. هذه الحلقة هي تحت عنوان السياحة رغم التحديات. أستضيف في هذه الحلقة ألين كاماكيان المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمطعم ماريغ. نهارك سعيد. جومانا داموس المديرة العامة شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، أهلا وسهلا فيك. ورح تنضم إلينا عبر زوم فيفيان نصر المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة سيتي سايت سينج. بدي أبدأ معك جومانا داموس، يعني بسؤال عام، شو هي النقاط الإيجابية اللي فينا نعددها لشهدة قطاع السياحة عام 2024؟ من النقاط اللي بنقدر نذكرها أول شيء أنه اللبناني رغم كل شيء عم بيرجع على لبنان، عم بيرجع من عم نحكي من لبنان القريب، عم بيرجع الدياسبورا بتجي بس عم بياخدوا قرارات اخر دقيقه تيجوا على لبنان. البعيد والبعيد عن لبنان اصعب له يجي. اللي بنقدر نقوله انه رغم كل شيء عم بيكون في سياحه داخليه حلوه كتير، في لا مركزيه، في بيوت ضيافه عم بتتأسس وعم بتخلي هالمناطق تزدهر. الأكل في بالمطاعم، نقدر نقول إنه في مطاعم جديدة، في ابتكار بلبنان، عم بيكون في مطاعم جديدة عم بتبين. في مطاعم، في براندز جديدة عم تجي على لبنان. هذا كله رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الغير مستقرة والأمنية أيضا اللي عم بيعيشها لبنان. هالأشياء كلها تعطينا هيك اللبناني رغم كل شيء بضل عم بيبتسم وبيضل عم بيتأمل وعم بضل يبتكر، وهذا اللي بقدر أقوله. نعم. شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز شو بتعملوا تحديدا؟ نحن مننظم معرض، الفلاكشيب تبعنا هو معرض الأوريكا يلي هو ملتقى لكل المختصين بقطاع الفنادق المطاعم والصناعات الغذائية. مننظمه بلبنان بس كمان بالكويت، بالسعودية، بالأردن، بعمان، بعمان. مننظم السالون دو شوكولا المعروف مشهور، It's an iconic سالون من فرنسا، مننظمه بدبي، بالسعودية وبلبنان. ويسكي لايف، وعندنا بلاتفورمز اسمهم هوسبيتاليتي نيوز ماجازين، فيري سبيشاليزد بي تو بي تيست اند فليفرز، وبلاتفورم هيك كثير عزيزه على قلبنا اسمها لبنان ترافلر تن واكب السياحه بلبنان. نعم. اذا حكينا شويه مع جومانا عن النقاط الإيجابية، بدي أحكي معك ألين كاماكيان عن التحديات اللي عم بيواجهها قطاع السياحة. هلأ التحديات عنا صارت كأنه من يوميات. من يوميات. أنا صار لي 21 سنة بهالمصلحة ومهدينا الحمد لله، دايما عندك سبايكس، يعني بيطلع لك شيء منيح بنرجع نوقع، بس آخر مدة عنا بس عم ننزل، يعني من 2019 لليوم ما في شيء بوزيتيف عم بيصير. تحديات بلبنان انه بنعرف اول مثلا من بقبة اول الموسم في عندك انذار، في عندك شيء قصف، في عندك شيء ليحركوا هالسيزون الموسم تبع اذا بدنا نقول جون جولاي اوغست. لبنان اتعود مع الأسف، هيدا مش منيح. تعودنا أنه نعرف أنه رح يصير هيك، بس بالرغم من هاي نحن بدنا نرجع على لبنان، بالرغم من هاي نحن عم نكمل كأنه ما في شيء، عم نفتح مطاعم جديدة، عم نتوسع كأنه ما في شيء. طيب هالمطاعم كلها هل هي يعني ماشية؟ هل هي يعني اليوم، لأنه في صورة عند المواطن اللبناني أنه القطاع السياسي، القطاع عفوا السياحة بألف خير اليوم، لأنه بياخدوا معيار أنه المطاعم كلها يعني مفولة وما في محل يروحوا عليه. إذا المعيار نفتح مطاعم جديدة أنه هاي هي أنه المطاعم بألف خير، لا، لأنه نحن بس نفتح مطاعم جديدة أول شيء بدنا نعطي الامبريشن انه از جود، بعدين بدنا نطلع مناطق بدنا نفتحها، بدنا نعمل ديسنتراليزاسيون لنتقرب للمواطن. عم نجرب نقول اذا هون انضرب
هون يمكن بيزموت لنلاقي مطرح لنعمل إكليب لقلنا لنقدر ناخد الكوست تبعنا ونقسم على المطاعم. والمطاعم إذا سبت أحد مفولين مش يعني المطاعم بألف خير. المطعم بدك أنت لتقدري الدايني بدك على القليلة بنهار تفولي مرة على القليلة تفولي لتقدري بس بنهار مرة بنهار أي مش سبت أحد. يعني إذا فولت الظهر أو عشية ماشي حالي بس إذا سبت أحد فولتي أو بالأعياد فولتي إيه تلفن لو ما في مطرح بالأعياد كم مرة عندك أعياد. المطاعم عم بيعانوا الأوتيلات عم بيعانوا اليوم إذا واحد بده يحجز ما بده يعمل بلانينج للفاكيشن تبعيته. طب كيف بده يعمل بلانينج إذا هو كل مرة عندك ابتزاز إنه بالمطار في عندك أزيف وبدنا نقصف بيروت وبدنا نعملها كيف بدك حدا يعمل بلانينج. واللبنان المغترب اللي عم يجي على لبنان مثل ما قال جمانة آخر دقيقة عم يجي مجبور يجي ليشوف أهله وعم يجي بدل ما ياخد الفاكيشن الشهر تبعيته عم ياخد جمعة بلبنان وياخد أهله ويروح غير بلد قريب يلي ما عنده يلي عنده هالاستقرار يلي عنده هالجو اللي بيخليه يزدهر أكتر. نحن بلبنان يلي عم نعاني ما بدي أحكيك عن الموتورات الكهرباء ولا التلوث يعني هولي صارت يوميات منهم بس مثلا هالسنة من وقت حرب غزة نحن بعد ما قدرنا نرجع نلاقي حالنا. نحن هديك السنة اللي من رغم كل شيء من بعد الكورونا من بعد انفجار البور من بعد كل شيء صار رجعنا هديك السنة عم نحكي بالصيف الصيف الماضي كان أحسن بكتير من هذا الصيف كان أحسن بكتير. اليوم نحن إذا بدنا نقارن جون وجولاي لهديك السنة نحن 60% أنقص 60% أنقص وأنت جون جولاي أوغست هي بلبنان عنا الريزيرف بنكون الريزيرف المطاعم والأوتيلات بكون الريزيرف تبعيته ليضاين. أنت عندك اليوم فوق 100,000 شخص عم بيشتغلوا بهالدومين والمطاعم والملاهي وكلهم عم يدفعوا تاكسيتهم وعندهم ضمان اجتماعي وكل هول. طب كيف رح نرجع نقول؟ والسبب الرئيس برأيك يعني اليوم نتغير من صيف 2023 لصيف 2024 هي تأثير وامتداد حرب غزة إلى لبنان. أي. الاستقرار نمبر وان هي يعني الاستقرار يعني إذا بدك تعمل بلانينج نحن اليوم صار عنا مش ماستر PhD بالكرايسيس مانجمنت مش ماستر ديجري PhD إنه صرنا نعرف إذا رحت الكهرباء شو رح نعمل وإذا قصفوا هون وين بدنا نروح. بس إنه تقولي لي هلا عملي 5 سنين بروجكشن وين بدك تروحي وشو وين بدكم توصلوا بتحدى حيال أوتيلية أو مطعم بلبنان يقدر يعمل لك استراتيجية لسنة. بما أنه حضرتك يعني رئيسة تنفيذية لمطعم ميريك عنده كذا فرع هل في فرع أو منطقة ماشي أكتر من منطقة أخرى أو لا؟ هي موسمية أكتر يعني بالموسم إذا منك بالبحر أو بالجبل تنضر الويكند لأنه ببيروت إذا ما عندك توريست إذا ما عندك المغتربين اللي جيت الويكند بينقص بيروحوا على الويكند على المناطق الجبلية والبحرية. مشان هيك عم نفتح لنقدر نعود هاي من هاي يعني عم ناخد الموظفين من تحت عم ناخدهم لفوق لنقدر نحن نعود كمان ولنكون قريبين على المواطنين يعني عن لأنه اليوم أنت أكيد في سيزوناليتي بالشتوية بتحب التلج بالصيفية بتحب البحر شوية جبل للبرود بدك تكوني موجودة شوي كل منطقة. بس إذا عندك توريست بكفي للكل منك مضطرة تكوني لكل مطرح يعني لنفتح كتير مطاعم كل مطرح مش منيح للمطعم نخسر الكلفة التنفيذية أول شيء نخسر الكنترول. قد ما تكوني أنت مطرح واحد ومتمكنة وعندك ستابيليتي بالزبونات أحسن. بدي انتقل الى فيفيان نصر المؤسسه والرئيسه التنفيذيه لشركه سيتي سايت سيينج عبر تطبيق زوم. يعني فيفيان اذا حكينا عن الايجابيات اللي شهدها القطاع السياحي بال 2024 وعن التحديات ايضا كيف فيك تخبرينا عن اهميه القطاع السياحي بالنسبه للاقتصاد اليوم في لبنان واذا فيك تعطينا ارقام ايضا؟ اليوم السياحة بتكون هي الأكسجين لأنه بتكون 40% و 25% اليوم نحن نعرف أنه الشغلتين الأساسيتين اللي هم بخلطة عامل تابع
من التحويلات تبع العقارات او يلي فيها تقريبا 7 مليارات دولار بالسنه. وثاني شغله هي ارتفاع الثياب كمان يلي بدخل بين 5 مليارات و 6 مليارات دولار بالسنه. فمشان هيك نحن بنقول انه قطاع السياحه هو كامل. بس انا اليوم اذا بدي احكي بالسياحه بلبنان انا بقول صراحه بالرغم من انه في عندي 1,200,000 واثق هي على لبنان، انا بعتبر انه السياحه معدومه. لانه عم نحكي عن مستقبلين لبنانيين عايشين بالدول العربيه وامريكا او التنين بيجوا برا وعم يجوا على احلام المنظمه الصيفيه جديده. فك ما عم يحجزوا فنادق، ما عم يحجزوا يعني ما عندهم البادجت اللي بيصرفوا عاده عن السياح الاجنبي. 95% عم بيكونوا مستقبلين لبنانيين، 5% بس سياح اجانب. نحن كثرنا السايتين تبعنا نرتكز أكثر على السياح الأجانب. نعرف مقارنة مع السنة الماضية قد إيه كان عندنا سياح أجانب عم تيجي يصرفوا بلبنان. لو ما كان عندنا سياح كثير حلوة السنة الماضية ما قدرنا عملنا ريزيرف وما قدرنا نبلغها لليوم. السنة في تراجع مثل ما قالت بتقريبا 60 ل 70% من التبدي في التيرن أوفر. واليوم 5% بس عم بيكونوا سياح اجانب عم يحجزوا قبل ما يجوا على عم بيجوا بس او بيكون عندهم عرس او بيكون عندهم زياره سريعه او مهمه او حتى ترانزيت. نعم رح كمل باستوديو مع ضيوفي يعني لنظبط شوي الصوت عند فيفيات نصر لانه منه كتير واضح. ودي اسالك جمانة داموس، يعني اذا اليوم تراجع القطاع السياحي من 2023 ل 2024 نسبه تقريبا 60%، هذه الخساره كيف ممكن تعويضها؟ سؤال كتير صعب، ما فيك تعوضيها صراحة، كارثة. إذا هلأ بعد في شهر أغسطس منعد ونص شهر جولاي متأملين يجوا اللبنانية أكثر وأكثر هالشهر ونص، وإلا كارثة على لبنان، كارثة على قطاع السياحي بلبنان، لأنه مثل ما قالت قالين هيدا الريزيرف اللي كلنا منكونها تنقدر نكون محضرين للضربات اللي رح تجي خلال السنة وللمصايب اللي رح تجي خلال السنة. ونحن أملنا كان كتير كبير إنه لأنه اللبناني محضر، لأنه في أرضية كتير حلوة، في مطاعم يعني في المطاعم رجعت نغنشيت السيرفيس الكواليتي كله رجع على لبنان، لحتى الكواليتي أوف سيرفيس يعني كمية المطاعم صار في أفكار جديدة. كنت متأملين كنا يجي اللبناني بالقليلة يجي اللبناني على لبنان. كيف بتفسر هذا التناقض اليوم أنه في عدد كبير من المطاعم الجديدة عم تفتح في لبنان بينما القطاع السياحي إلى تراجع؟ كيف فينا نفسر هذا التناقض؟ أولاً اللبناني هو بيتأمل، وثانياً ضب بده يشتغل، بده يشتغل. ما بعرف قالين اذا بتوافقيني، بده يشتغل وعنده يعني في ريزيرف مجمعه. المطعم هو اول سوليوشن له تيفتح. هيدي الشغله سلبيه وايجابيه، لانه سلبيه لانه بتضر المطاعم اللي موجوده، يعني في كواليتي في اوفر وديموند، صار في كثير مطاعم مش على طول كل شيء بيواكب هالكميه المطاعم اللي عم تفتح. إذا منكمل فكرة جمانة اليوم في 300 مطعم فتح بين 2023 ل 2024، يعني ما في بنوكة، يعني البنك منا موجود، ما في سيكتور بنك. عندك سلبي وإيجابي. اللبناني بدل ما يحط مصرياته بالبنك بده يعمل شيء، شو عم يشتغل شوي؟ المطاعم. سو بياخد الريسك بفوت بالمطاعم. من تاني ميلة نحن بالكريزة اللي موجودين، سألت كيف نرجع نعود؟ ما فينا نعوض. التعويض الوحيد اللي بده يجي بدك تكملي تشتغلي سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، اللي نحن كلنا بنعرف انه اكتوبر نوفمبر هو للموسم السياحي اوطى اشهر. اكتوبر نوفمبر فبراير مارس هو اوطى اشهر المطعم. كمان ما في بنك، ما في كاش فلو، ما فيني اتداين، ما فيني ضاين.
يعني في عندك السلبي والإيجابي بذات الشغلة، ما فينا نعرف شو بنا وين بدنا نوصل. واللبناني بعمره ما استسلم، بعمره ما استسلم، وبيعرف إذا في اللبناني ناتور هو صغير وكبير بيعرف يعيش. ما بعرف لأنه كان عنا 40-50 سنة حرب، صرنا كل دقيقة نعرف قيمتها لهالدقيقة وبدنا نعيشها. ما في لبناني ما بيحب يظهر ياخد كيس بعدين يتعشى بعدين يروح على النايت كلوب بعدين يروح على افتر بارتي او يروح على الترويقه. بعدين كتبوا عنا بالبلوجرز المشهورين، كتبوا عنا انه نحن احسن من لاس فيغاس واحسن من اسبانيا بالحياه النايت لايف بالنايت لايف. طيب هولي كلهم مثل كانه سكيزوفرينيا، يعني نحن بوضع انه في عنا حرب وبدنا نعيش ما بدنا نستسلم. من تاني ميلة معنا بنوكي، معنا الانفراستركتور اللازم لنقدر ننطلق أو نصير شاينينج ستار بالابتكارات. كل يوم في كونسبت جديد، الكونسبتات الجديدة اللي عم نطلعهم دغري عم يصيروا كوبيز برا، بس عم يطلعوا من لبنان. إذا بتطلع من وين اجى هالمودرنايزيشن اوف الاكل اللبناني اللي بالعالم، صاروا بفرنسا بحي المطعم صار عندك حمص، صار هولي. نحن اللي بلشناهم، ولو لبنان ناجح هالقد كانوا هن اجوا لعنا مش عملوا كوبي. في 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 عندك هالسلبيه اللي ما عم تخلينا نحن نكون دائما ابرز شخص، بنكون ابرز لبناني، بنكون ابرز ابتكار، بنكون ابرز، بس اللبنان ما عم يقدر يكون ديستنيشن من وراء الاستقرار السياسي. وشغلة تانية اللي فينا نلحق حالنا هلأ بأوغست إذا فينا، هي low cost flights. نحن بلبنان ممنوع، يعني أنت ترانسافيا واللو كوست فلايت اللي موجودين، تيكت من لندن لأبروس 80 باوند، تيكت من لندن للبنان 800 باوند. ما بيصير يعني إذا المطار لبنان ما بيتحمل نعجقه، ما في مشكلة بنخليها بنفتح مطار صغير بس للوكوست للفاس، لأنه هاي بيجيب أول شيء اللبناني اللي ما بيقدر يدفع للعائلة. لأنه تصور أنت إذا 4 أشخاص بدك تدفعي بس تيكت هالقد، بصيري فيك تجي تصرفي هالمصاري بالتنقل بالسياحة بالمطاعم. أنه لبنان عايز low cost flights بلبنان. هيدا واحد من الشغلات اللي فينا نعملها كتير بسرعة، ونشيل قصة الفيز لنفتح العالم كلهم ليقدروا يجوا. هول الأشياء بيساعدونا شوي صغيرة، بس كمان كل واحد عامل البلان، عامل إنه بده ياخد $80 التيكت و all you can eat مطعم أو أوتيل. طيب هول الأشياء اللي ناقصنا نحن. نعم. فيفيان ناصر، بدي أرجع لعندك. أمام كل التحديات اللي عم تتحدث عنهم قالين، هل الوزارات المختصة اليوم بلبنان عم بتقوم بأي عمل لمساعدكم للنهوض بالقطاع السياسي رغم كل التحديات؟ يعني شفنا وزارة السياحة إلى موسمين تطلق يعني شعارات لصيف 2023 و2024، وعم تعمل جاهدة لجذب السواح ليجوا إلى لبنان رغم كل التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية. صحيح، أنا بتشكر محلي وزير السياحة المهندس وليد مختار على إصراره وتفاؤله ودعم كل الفريق والترافل كومباني بلبنان معنوياً بالحملات الترويجية اللي يعني عم بيقوم فيها. السنة صار في حملة ترويجية جديدة اسمها مشوار حين مشوار، وأكيد رح تلاقي نجاح بعد نجاح على المطلق. هلا بالرغم من كل شيء سامح يلي عم بيصير، لبنان حصل على مركز كثير مهم بالشتوية لما اعلنوا ترديدين عاصمة السياحة الشتوية العربية من منظمة السياحة العربية. كمان حصلت بلدة دوما على جائزة افضل القرى السياحية بالعالم من قبل المنظمة السياحية العالمية UNWTO. يعني انا بدي اقول شيء، بالرغم من كل شيء لبنان عنده امكانيات ما حدا بيقدر يقولها، عنده ثروات كثيرة، عنده تاريخ، حضارة، ثقافة، فن، شعب حلو، أكل طيب، هيدا الشيء ما حدا بيقدر يخدم عليه بالرغم من كل شيء. هلا التحديات موجودة ودائما نحن بلبنان على طلعات المسائل، في كثير أشياء عم نواجهها، في كثير مشاكل. أول شيء عندك مثل ما عم بتقول كانت فضلت ألين احتكار طيران الشرق الأوسط،
اليوم نحن الشخص اللي بده يجي على اغلى تيكت هو التيكت على بيروت. ما عم نقدر نعمل باكجز انه يجي يتوافدوا جروبات بسعر حلو مثل ما نحن عم نعمل، لانه نحن بتعرفوا عنا انكمينز واوتو. نحن بنعمل باكجز على انطاليا، على شرم الشيخ، على تركيا، كثير رخاص بيبقوا 400 500 دولار على 4-5 ليالي في شاديه غايين بريطو. اليوم اقل تيكت على بيروت اذا بدك تجي باقل موسم يعني تقريبا ضروري عم نحكي بالصيفيه ما في اقل من 400-500 دولار بعد ما اولا احتكار الطيران الشرق الاوسط. مثل ما قالت قليل نحن لبنان بيحلم مطار تاني، اكيد بيحلم مطار تاني. ثالث شغله المرفأ، نحن ما عندنا مرفأ مجهز لحتى يستقبل الطوافر الكبيره اللي بتعمل كروز مثل كوستا وكاريبيان. مفروض يجوا يرسوا في مرفأ بيروت او مرفأ جوني او خيالا لحتى ينزلوا الصغير يعملوا نهار يتفرجوا على بيروت ويصيروا لبنان ويرجعوا يكفوا الكروز تبعهم. اليوم نحن عندنا 230 كيلومتر على الشاطئ البحر المتوسط وما عندنا مرفأ واحد انفتح. هلا انا بعرف انه الدوله والحكومات عاملين كله خطط وبيقوا فيه بس كله مكتوب بالشارع. اليوم اذا ما عندنا استقرار امني سياسي، اذا ما عندنا رئيس جمهوريه ليرجع موقع لبنان لمحله التاريخي والجغرافي والمهم على الخارطه السياحيه ما رح نقدر نضلنا مكملين. نعم جمانة دموس، أنا أمام كل هالتحديات اللي عم تذكروها، هل يعني في خطة عم تقوموا فيها كل الشركات الخاصة اليوم لإطلاق صرخة بوجه المسؤولين اليوم بلبنان اللي هن وصلوا البلد إلى هذا الانحدار السياسي والأمني والاقتصادي؟ الصرخة بفتكر عم نسمعها كل يوم من كل الحاملين القطاع، ما حدا ما عم تضل صرخته طالعة. في أشياء ما عم نقدر نتخطيها، بس بدك من يسمع بدك من يسمع يعني صراحة أكثر من هيك ما كل نهار في صرخات النقابات الجمعيات كلها كل جمعة كل يوم في عم تطلع الصرخة. وفي شغل كتير عم بينعمل، بس مثل ما قالت فيفيان إذا ما في أمن استقرار سياسي رئيس جمهورية ما بنقدر نتحرك بالآخر. نعم طيب مثل ما قلتوا يعني كلكم متفقين بهذه الحلقة أنه اللبناني وأنتم ما رح تستسلموا أمام كل مزبوط. هذه الأوضاع، شو هي الخطط المستقبلية لشركة Hospitality Services يعني رغم كل هذه الأوضاع السيئة؟ رغم كل شيء نحن بعدنا من بشهر 4 عملنا معرض الأوريكا اللي هو الملتقى السنوي بيشتغلوا بقطاع الصناعة بصناعة الغذاء والمأكولات والمشروبات والمطاعم. بدي أقول لك شيء أنا بالرغم كل شيء إنه النهار اللي افتتاح أوريكا كان قبله بالليلة أتاك الإيران من يعني إيران لأسأل. إذن بقول لك شخص مدق تيلغي مشاركته بالمعرض 350 شركة 20,000 زائر اجوا، يعني كل القطاع توحد واجا يفوتوا يقولوا هيدا الشيء بيشبهنا هيدا نحن كله اجا كله. اللبناني بده شوي تيرجع يجي، بده شوي تيضل يعني الامل موجود، النبط اللي عندنا اياه ما حدا عنده اياه. ما بدنا شيء غير برجع بقول الاستقرار السياسي الامني، وما عايزين يعني كل شيء حاضر تنقلع. نعم قالين يعني اليوم إذا عم تحكوا عن الاستقرار الأمني والسياسي هو المفتاح لإطلاق القطاع السياحي بالمدى القريب المنظور، ما في حل لا أمني ولا سياسي، كيف ممكن تقدروا تكملوا؟ لك ما في حل، هلأ نعرف كل شيء وشايفين أنه بعدنا بالدارك. يلي عم نجرب نحن كقطاع سياحي عم نجرب نحن نضاين يعني قدي فينا نضاين شو فينا نعمل. يعني نحن أعطيك إكزامبل، كل واحد كل مطعم صار عم بيحط ميوزيك، كل مطعم صار عم بيحط انترتينمنت أرجيلة، وعم نروح على الشعب شو المطلوب لنقدر نضاين لنقفي
مرحلة. هالمرحلة عم نجرب. إذا بتلاحظ المطاعم ولا واحد دقر الكواليتي تبعيته، ولا واحد دقر السيرفيس تبعيته. نحن إذا بدك صرنا من 2019 ما عندنا بروفيت. ما في مارجن للبروفيت أبدا. مع أنه اليوم إذا بتم بتقارني الأسعار، الأسعار غليت كتير بلبنان. بس كل شيء غلي معه. أنت اليوم عم تدفع 3 مرات كهرباء. كنا ندفع مرة ونوصلنا عم ندفع 3 مرات كهرباء. أوكي. والكهرباء والمزود إذا لقيتيها منيحة ونظيفة وهاد. عندك كل شيء صار أغلى من قبل. الموظف اليوم ما بقى يقدر إذا بده يحط بس 5 أمبير بالبيت سلاره كله راح على 5 أمبير. بقى كل شيء غلي. أنا كميريك خليني أحكيك أوكي. رجعنا حوالي شو كنا بال2019 شوي أقل. 2019 إذا كان عندي مارجن 15-16% بروفيت هالسنة ماينس أور بريك إيفن. عم نقول إنه معلي خلنا نتقطع أو صرنا عم نحكي خسرنا بس هالقد. هيدا نورمال بالشغل. خسرنا بس هالقد إنه صار بوزيتيف، يعني خسرنا بس هالقد. قبلنا كنا نقول إنه إذا ما عملنا هاي لازم نسكر. كل التوجه هو إنه نوصل على نقضي هالمرحلة. كل مرة منقول إنه آخر أضرب من هاي وين رح نوصل. كل مرة بيطلع لنا شيء أضرب. السياحة عم تجرب الداين وعم تجرب توصل لمرحلة. حطينا سولار سيستم، حطينا عم نجرب نلاقي أشياء لنقدر نقفل مرحلة. وشغلة تانية كتير مهمة سألتني إنه كيف فينا أو شو ناطرين من الدولة. بعتقد لا أنا سألت إذا أي وزارة مختصة عم تتعاون معكم. يعني مشوار رايحين مشوار. Thank you للوزير، بس هيدا للمغتربين للناس اللي عايشين برا. طب مين بيجي؟ مين بياخد الريسك انه يمكن يتبهدل ويروح بالباخرة يرجع لبلده او يتبهدل ويركض بالنص الليل؟ ماما كتير منيح يلي عم نعمله، بس من تاني ميل اذا ما في سلام ما بيمشي. وبعتقد البرايفت سيكتر مع الدولة لازم يكونوا بارتنرز. يعني انا بقولك انه شو في عنا استراتيجيات، عنا كتير استراتيجيات. بس كلهم 5 دقايق بيطلع لبنان بيقب، بس يعطونا السلام ونحن بنشتغل ما في مشكلة. كله محضر كله معمول. بس كثير هين ما بدها انه اذا مضاينين بكل هالسيتويشن ما علينا نعرف نعمل شيء ثاني. بالرغم من كل شيء بعدنا هون، بالرغم من كل شيء السياحه اللبنانيه عم نحط علم اللبناني بكل بلد برا، بالرغم من كل شيء عم نجي نقول عم نعطي احلى سهره وبلوجر بيحكي عنا حسب من بعد لاس فيغاس وسلان. طيب انه بالرغم من كل شيء في عندك فنانين عم بيجوا من برا عم يعملوا حفلاتهم بلبنان. شو يعني؟ يعني نحن بعدنا هون، بس تركونا نشتغل بليز. تركونا نشتغل والباقي هين. بدي ارجع الى فيفيان نصر قبل ما ناخذ فاصل اعلاني. فيفيان، هل يعني بعرف الاوضاع السياسيه يعني والامنيه ابدا ما انها جيده بلبنان، ولكن يعني بعرف انه انتم كاملين ما نكون منتظرين ليخلص هذا الوضع. هل بهالوقت في خطه استراتيجيه لجذب السواح اليوم الى لبنان؟ نقول انا ما في اقول له مسيره بتاع على لبنان ثلاث حرب بشمال. أنا امبارح اجينا اونلاين ريزرفيشن من 2 أجانب بدهم يروحوا بكره نهار الاثنين على صيدا وصور. نحن بنعمل ديلي تورز برايفت، بناخذهم من الاوتيل مع سيرتيفايد جايد، بنحسب كل الحساب الانترنت فيز اللبنانيز لانش، حتى القهوه والواي فاي والماي، بنحسب بكل شيء. يعني سوبر فيري بروفيشنال وهاي اند. So, هيدول السواح جايين بدهم يروحوا على صيدا وصول. قلنا قلنا نحن ما فينا نحن على مطرح ريسكي، حولنا لهم التور كله تناخذهم على جيتا حريصة جبال أو بعلبك. يعني بعلبك بعدها أحسن من جيتا، لأنه اليوم صرنا محصورين بمناطق معينة كنا نروح عليها ومناطق معينة. نحن كنا كل سنة نعمل تورات على كانا وعلى يعني صوب الجنوب، كانت كل اللبنانيين والأجانب والمغتربين يحبوا يروحوا على هالمناطق لأنه بيروحوا لحالي. السنة كل الجنوب لقيناه من الفيديول طبعاً. لحتى نضايم اليوم عم نرتكز على السياحة الداخلية، يعني المغتربين اللبنانيين يلي عم بيجوا عم نعمل لهم باكج فول برايس لو بادجت اول انكلوزيف لحتى ناخذهم نفرجهم لبنان، لأنه نحن كل هدفنا انه نفرج الدياسبورا اللبنانيه جمال لبنان والاشياء حلوه بلبنان باجواء كثير حلوه ومختلفه لعالم.
اكسبيرينس بالدبل دكر مع التايبين هي مختلفه عن كل غير اكسبيرينس بتكون يعني الاجنبي او اللبناني تبديك المغترب اللي جاي على لبنان لما بيطلع بالباص الاحمر بحس حاله سافر بحس حاله عمل شيء جديد فعم نخليهم يعيشوا هالاكسبيرينس وعم نخلي ولادهم اللي عم يجوا معهم يتعلقوا بلبنان ويشوفوا الاشياء الحلوه من منظارنا نحن اللي عم نفرجيهم ونحن اليوم اتكلنا على سياحه دافئه لكن استقر البلد وانا واثقه من هاي اللي فكرات الانتفاع السياحي رح ينمى بطريقه كثير كثير سريعه. شكرا لك فيفيان ناصر، رح تضلي معنا بالمحور الثاني والاخير ايضا من هذه الحلقه، ولكن بعد هذا الفاصل الاعلاني تابعونا مشاهدينا. مرحبا فيكم مشاهدينا بهذه الحلقة تحت عنوان السياحة رغم التحديات. جمانة داموس، بدي ارجع لعندك، حضرتك المديرة العامة لشركة Hospitality Services، شو فينا نحكي اليوم عن السياحة الداخلية في صيف 2024؟ السياحة الداخلية صار لها سنين عم تتطور وعم تزدهر، في لا مركزية سياحية، في شغل كتير عم بيصير من وزارة السياحة كمان تنحكي عن تنطور هالمناطق، وهالمناطق عم تتطور. أكيد ما بنقدر ننسى أنه في كل الشق مثل ما قالت فيفيان بالجنوب لجزين لكل هالمناطق هيدي ما عم بيقدروا يستثمروا الشغل اللي عملوه لأنه شغل عمل كتير كبير تيطوروا المناطق، بس الشمال عم بيستفيد منها، بفتكر ماونت لبنان كله عم بيستفيد. بنقدر نقول هالمناطق عم تزدهر، عم بيصير فيها بيوت ضيافة، في دي ام اوز بكل المناطق اللي عم بتروج لمناطقها، في المطاعم عم بتروح تفتح بالمناطق، وهيدي شغلة كتير حلوة. البيوت الضيافة بدنا نقول عنا انه صار عنا شيء جديد بهالخمس سنين اللي قطعوا، صار عنا ميات بيوت ضيافة بكل المناطق بتخلينا يعني صارت مكون أساسي للسياحة بلبنان. غير المطاعم، هلا بيوت الضيافة عم تعطينا added value، الناس بتجي تتروح على بيوت الضيافة اللي بتطير العقل. بدنا نقول إنه الداون تاون آخر أخبار عنا إياها إنه تعبى كله، بقى من هلا بفتكر لتشرين رح نشوف داون تاون معبى، مطاعم، محلات جديدة، في خمسة براندز اجوا جديد على لبنان بيناتهم جو اند جوسز، مطاعم عالمية، مطاعم يعني عالمية عم يفتحوا بلبنان، مطاعم عالمية عم يفتحوا بلبنان. هيدي شغلة كتير مهمة لأنه البراندز بال 2019 في كتير سكروا وما عادوا بدهم يرجعوا. في عنا رغم كل شيء فيستيفلز بكل المناطق، في عنا مغنيين جايين خصوصي ومفولين، بفتكر إذا ماني غلطانة أكتريتهم مفولين، وكتير هيدي كمان عم تعطي صدى كتير حلو للبنان. بنقدر نقوله كمان بفتكر هيدون هن ألين ألين كماكيان، بنرجع بنذكر حضرتك المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمطعم مايريك. هل البيوت الضيافة عم يضربوا شيء على المطاعم أو لا كل حدا عنده؟ لا بفتكر بتكمل المطاعم بعضهم، لأنه أنت الجوف الضيافة أول شيء، البيوت الضيافة أول شيء مثل ما قالت جمانة شغلة جديدة حلوة، وصار اللبناني الأصل يعني الانتربرنور اللبناني عنده بيت قديم يلي ما كان يطلع بالجبل أو شيء، دغري وقت 2019-2020 دغري زبطون ليستضيفوا فيهم. في مطاعم عم يشتغلوا مع البيوت الضيافة، بيعمل لهم الكيترينج، بيفتح لهم المطبخ، أو إذا أنت طالع على الجبل على شي بيت بدك تروحي على المطعم بدك تقضي نهارك، ما هو بس أقدر أجذبك لعندي. في كتير اشياء بتشوف، التوريزم، بتشوف الناس هونيك، بتروحي عند تشتري المونه تبعيتك، بتروحي عند المطاعم، كل هول بيخلقوا البزنس، بيخلقوا انكم، بيخلقوا الشخص. مش لازم كل واحد عايش بالجبل ينزل على بيروت ليشتغل. اول شيء عم نخلي انه الشخص يضل
الكرة تبعيته ويضل يطور يطور ويتطور بالمنطقة تبعيته. هيدي كتير مهمة. بعدين الجاست هاوس عملوا internal tourism. يعني الشخص اللي ما بيقدر يسافر ما عنده باسبور ما عنده فيزا، بالرغم انه اليوم شوي بيقولوا انه نحن بلبنان غاليين internal tourism غالي، بس بليز ما تنسوا قديش غالية الكلفة التشغيلية عنا. يعني مثلا تركيا ما عندها موتورات، عندها كهرباء سعرها ماشي، عندها ترانسبورتيشن توريزم، عندها كثير اشياء بتعطيهم. نحن اليوم بدنا نتحمل الموظف، بدنا نتحمل كهرباء بيته، بدنا نتحمل كهربتنا، بدنا نتحمل الرنت، بدنا نتحمل كل شيء. طب مين رح يدفع حقها؟ حدا رح يدفع. ما تفكروا انه الجاست هاوس عم يعملوا كثير مصاري انه كثير غاليين، منهم غاليين نسبة للكلفة اللي عم يدفع. نعم. بهول اتس بارتنر، ذي ار بارتنرز، اوتيلات بارتنرز مع المطاعم. نحن منا كومبيتيتورز، حتى اذا بيفتح حد مطعم ارمني تاني اذا بدي اقول ما بيجيب ناس اكثر، كل واحد بده ياخذ. بالعكس هيدا الـ هيدا الكومبيتيشن حلو، بخليني دائما اتقدم واركض لاحسن. وهيدي اللي فيه بلبنان، لبنان هيدا الانتربرينوريا اللي بلبنان، هيدي اللي بتخلينا نتقدم دائما ونلاقي الحلول لنضاين. نعم. فيفيان نصر مؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة سيتي سايتينج، يعني عم نحكي هلأ كنا عن أهمية بيوت الضيافة والسياحة الداخلية، برأيك، وعم نحكي أيضا عن أنه في مطاعم عالمية عم تفتح بلبنان، شو هي النقاط الأساسية اللي بتجذب اليوم هذه المطاعم لتفتح بلبنان؟ هل هو المطبخ اللبناني؟ هل هو الطقس، الطبيعة؟ شو برأيك؟ لا أكيد المطبخ اللبناني والأكل، إذا بدك الهوسبيتاليتي اللبنانية اللي منا موجودة ولا بلد في العالم. يلي بيجوا لعنا السواح نحن اطمئنان، طبعا حاجين نحسبه اونلاين او اون ذا ستوب، كلهم بيجوا لعنا على المطعم نعرف عليهم لاصحاب نحن منهم، لانه هيدي بالبنات بيعملوا ريفيو حلو وبعدين بيعملوا ريكومنديشن لاصحابهم قريبينهم، كل الناس اللي جايين على البلد بيبعثوا فيهم. نحن دائما بنسالهم شو حبيته وشو ما حبيته ونعمل لهم ريكومنديشن وين بدهم يروحوا، اذا بحبوا الاكل الارمني، بحبوا الاكل اللبناني، بحبوا الفيوجن، ودائما بننصحهم بالميزه اللبنانيه، هن جايين بدهم يذوقوا الميزه اللبنانيه، كلهم عم يسالوا عن الفاصوليا والحمص والفلافل والشاورما والكبده. نحن يوجولي بالتراث تبعنا وين ما بنروح بنطعمهم الأكل المعروفة بالمنطقة اللي رايحين عليها. إذا رايحين على بعلبك ضمن الغداء بننزلهم سيحة بعلبكية بنفسر لهم عنها، إذا رايحين على الشمال بننزلهم الكبة الشمالية الزغرتوية بنفسر لهم عنها، أكيد بالإضافة للميزة والأكل الأسفل. أكيد السائح الأجنبي جاي يعرف نحن عنا جوزين لبنان الأسترونومي معروفة عالمياً بأسلوب. نعم. جمانة داموس، بتحب تقولي شيء عن المطبخ، ميزة المطبخ اللبناني اليوم؟ بدي أقول أنه هيدا سفيرنا الأول، مطبخنا اللبناني هو سفيرنا الأول، لأنه صرنا معروفين بلقمتنا الطيبة مش بس بلبنان بس بالعالم. كل مطعم بيفتح برات لبنان هو سفير لألنا، بفرجي ضيافتنا، بفرجي أكلنا الطيب اللي عم يربح وين ما كان بالعالم، عم نربح بالاليس بالفيفتي باست بالميشلان بالنايت لايف، كل الانفلونسرز ما بيحلفوا غير بالسهر عنا بلبنان. مطبخنا هو سفيرنا الأول، وطهادنا بدي على طول اذكرهم وارفع كمان اذكر انه هن كمان سفراء لبنان بالعالم. نعم. علينا يعني اليوم هذه الأوضاع الاقتصادية اللي عم تحكوا عنها وهذا عدم الاستقرار السياسي والأمني وعم بتجربوا تصمدوا في خلاله، هل عم بيأثر اليوم على الموظفين؟ اليوم كم موظف في اليوم بالمطاعم اللبنانية؟ هل قادرين تصمدوا يبقوا هؤلاء الموظفين بمعاشات جيدة؟
بتخولهم يعيشوا حياة كريمة؟ ليكي أول قطاع اللي عملت 100% 100% فريش من بعد 2019 هي المطاعم. لأنه المطاعم كان عم بيفتحوا مطعم تاني في كومبيتيشن. لليوم اليوم الموظفين المصارف بعدهم عم بيعانوا أو عم بيزموا. الموظف المطاعم شو بده؟ بده استقرار، بده يعرف وين واصل، بده يعرف لوين بده يوصل، كيف بده يتجوز، كيف بده يفتح بيت، بده يعرف كيف بده يأسس حاله. اليوم قد ايه فيك انت تطمني له باله انه واصلين لهون؟ هون بس لقلك انه في حوالي 40,000 موظف رجعوا على لبنان بالقطاع المطاعم. امتين رجعوا؟ رجعوا بال 2023. اوكي، عندك ب 2023 عملت بوم كتير منيح، رجعوا وقتها. في عندك بالاجمال اليوم عندك حوالي 100,000 موظف عم يشتغل بالقطاع المطاعم والاوتيلات. هولي لازم يصيروا نقدر نوصل بكل سهولة يعني 160-170,000. في عندك الجامعات اللي عم بيعلموا هالهوسبيتاليتي كتير مهمة. عندنا جامعات عندهم دوغري من فرنسا بياخدون. هولي الأشياء اللي نحنا عندنا إياهم نفتخر فيهم. نحنا من قبل كان البلدان العربية جي سي سي بيقولوا لك الموظف اللبناني غير، الويتر اللبناني غير، بيعرف على القليلة يحكي 3 لغات، عنده الهوسبيتاليتي، هوسبيتاليتي بدمه. اليوم اليوروبيين حاطين عينهم علينا كمان، هن بدهم لأنه هن كمان ما عم بيشتغلوا كتير منيح أو من بعد البريكزيت وكل هولي ما عندهم بقى موظفين. سو الموظف اللبناني مطلوب برا، مطلوب مش لأنه لبناني بس، مطلوب لأنه هو طريقة عيشه السيرفيس والأهلة وسهلة واللقمة طيب، بيفهم بالأكل، بيفهم بالسيرفيس، بيفهم بالطريقة العيش، بيفهم باللبس، نظيف مهفهف، كله هاي بيكون أنه بس تفوت على مطعم أنت بتطلع دجا بيفتح لك قلبك. هولي نحن فينا نشتغل عليهم، هولي الفيوتشر تبع لبنان، هولي هن اللي رح يعمروا السبوتية أو طريقة العيش اللبناني. نعم. يعني من مطعم للريستوران للباب كله بتشوفه، البارتندر آخر انفيوجنز تبعوت الدرينكس موجودين بلبنان. يعني بي بي بيعلم حاله اللبناني، بيعلم حاله، بيفتش شو فيه بده يعمل أحسن منه. نعم. إذا عم تقولي حضرتك إنه في 40,000 موظف بالمطاعم رجعوا بال 2023، هل عم نرجع نشهد هجرة معاكسة هلا بال 2024 بظل يعني عدم الاستقرار اللي عم نعيشه؟ بدي أعطيكي إكزامبل. كل انترفيو عم نعمل، أوكي، أول سؤال عم نسأله هل مقدم لباسبور، هل مقدم لبرا؟ لأنه يلي بيقدر يقدم لبرا مقدم وناطر وعم بياخد شغل لحديت ما يجي الأوكي تبعيته ليسافر ليهاجر. مع الأسف إذا منطلع إذا هولي كمان هاجروا، ما كل مرة عم بيهاجروا الـ young generation عم بيرجعوا بس ليشوفوا أهلهم. طيب هيدا نص أهلهم صاروا برا، يعني نصهم صار عندهم بيت برا أو باسبور تاني، قدي نسبة منهم رح يرجعوا؟ ما قلنا بقى، أنا بعتقد ما عنا كتير وقت نضيعه بقى. لازم نخلي أولادنا يضلوا هون بلبنان، لازم نعطيهم الأوبورتيونيتي، لازم يشوفوا وين رايحين. كل مرة بيقولوا إيه بعد شوي ومنخلص وهيدا آخر ضربة وأكتر من هيك مش رح نوصل، بس كل مرة بنشوف إنه في شيء جديد بقى، لازم نعطيهم هالأمل. وأنا بقلك إنه بالرغم من كل هولي نحن اليوم أطيب لقمة، أحسن سيرفيس، أحسن جو. هيدا من وين جاي؟ من اللبناني نفسه. والأربع براندات اللي عم تقول جمانة جايين أصلهم منهم لبناني، إن براندات أجنبية، مش الأونر اللبناني جاي على لبنان. لا، هيدا شو يبرهن؟ يبرهن إنه بالرغم من كل شيء لبنان بعده البلد الوحيدة يلي بعده تعرف تستقبل، تعرف تعيش، تعرف تعيش. نعم. فيفيان نصر، يعني هالتحديات كلها اللي عدتوها في خلال هذه الحلقة، كيف رح تواجهوها اليوم؟ كيف حيتم مواجهتها؟ مثل ما حكى وقلت لك اليوم الاتكال على السياحة الداخلية بالشتاء من بعد الصيف، الاتكال على كثير اليوم. لا، أنا في دبي وعم بفتح مشروع ثاني، أنا راضي بعد شهرين أو شهرين،
لحتى بظل الأزمات اللي عم بتصير بلبنان نقدر أوقات نغطي بعض المصاري وحتى ما نسكر، لأنه نحن عنا إصرار أنا وقتنا على إجرينا بالرغم من كل شيء، وعنا إصرار إنه نستمر لأنه عنا إيمان كبير بلبنان رح يرجع أحسن. نعم، إذا فينا بدنا نختم يعني الحلقة، تخبرينا شوية عن يعني رحلتك الشخصية اليوم كرئيسة تنفيذية لشركة سيتي سايت سينج، يعني رحلتك الشخصية مع كل الإيجابيات والسلبيات اللي شهدها القطاع السياحي. يمكن اليوم ركزتوا أكثر على السلبيات، ولكن في كثير إيجابيات ومراحل وسنوات شهدها القطاع السياحي كانت كثير إيجابية بلبنان. من أول ما فتحت سيتي سايت سينج لبنان من 5 سنين بدي شارك معكم هالشعور يلي أنا بحسه، يلي بخل يعطيني هالقوة نضلني مستمرة بهالبلد وضلني حابة السياحة فيه وحابة أتقدم لقدام دايما للأحسن. مثل ما قلت لك كل السياح الأجانب تعرف عليهم بس نعمل لهم كثير أخبار ونصير أصحاب معهم وناخذ منهم فيدباك لحتى نقدر نطور حالنا إذا في شيء غلط. ما في سايح أجنبي إجا على لبنان وما قال لي أنا حرمت بهيدا البلد وأكيد بدي أرجع. بحب أقول لكم شيء وبليز ما تنسوا، بيروت عندها روح بتشد كل شخص بيجي عليها أول مرة، بتشده لإلها وحتى يرجع مرة ثانية مرة ثالثة، ما بيكتفي أبدا أبدا بزيارة واحدة. في شيء بشدك ببيروت انك دائما ترجع على هالمكان. حتى نحن اللبنانية قد ما بنحترم وقد ما بنبعد بنحس انه في شيء عم بيشدنا على بيروت، مش لانه بس بلدنا وجذورنا، لانه فيها شيء ما بيتفسر، فيها روح بتخليك انه بدك ترجع دائما. نحن بنهتم بكل البيروت، بدون اجمل بلد بالعالم بتأسه بشعبه بقطاعه الخاص اللي عم يشتغل بايديه وقدره ليضل على اجراءات بهيدي الظروف الصعبه. انا بدي اشكر ايركوش كمان كثير بتنايتين، احنا 15 شخص، عندنا 15 موظف، 5 نص سابقين 10 سابقين يلي مرقوا معي كل المراحل الصعبه من 5 لهلا وضلهم سابقين معي وضلهم اوفياء لشركه وبرغم من انهيار الاقتصادي، كورونا، انفجار بيروت، حرب غزة، نحن واقفين ايد بايد هيدا يلعب. فيفيان نصر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي سايت سينج، شكرا لك على هذه الحلقة. بدي اختم معك كمان جمانة دموس بالسؤال نفسه اليوم، رحلتك الشخصية اليوم كمدير عام لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز مع كل الأمور الإيجابية والمطبات السلبية اللي قطعت فيها. نحن وصلنا 30 سنة مننظم معرض الأوريكا بلبنان، والبقدر اللي كي مننظمه بست بلدان. أحلى أوريكا بيكون بلبنان، عنده غير نمط وغير ما يزعلوا مني كل اللي بينظموا معنا أوريكا بالمنطقة العربية، عنده غير نكهة. لبنان اللبناني بيعرف يعيش، وهيدي شغلة واكبتني هالثلاثين سنة. أول شيء فريق العمل، فيفيان ذكرت فريق عمله وأنا كمان بحب أذكره اللي بقي رغم كل شيء معنا، رغم تعرفي قطاع المعارض والمؤتمرات قطع بكورونا، منزيد على مشاكل لبنان منزيد مشكلة الكورونا قطعنا. ضلينا استثمرنا بحالنا، قوينا حالنا وانطلقنا بالمنطقة العربية كلها، وخلينا الإكسبرتيز تبعنا نقدر ننظم معارض بالمنطقة. هيدي شغلة بتقوينا، تعالى طول نضلنا عم نرجع عم نعطي. أول شيء عم نتعلم بكل هالنشاطات اللي عم نعملها، وبنرجع منجيب أحلى شيء للبنان. المطبات بفتكر كلنا تعودنا انه نحن عيشتنا بهالبلد رح ضل فيها مطبات. اللي عملناه هو عملنا انه المطبخ
أنا بسميه مطبخ نشاطاتنا بلبنان. نعم. وهيدا اللي خلينا نستمر هالسنين اللي قطعت. كل شيء مننظمه من هون ومننفذه برا إذا انعزنا. أملنا كبير. خلص وقتنا بدي أعطي بس دقيقة لألين، يعني اليوم تجربتك الشخصية، كم فرع بدأتوا مع ماي ريجو؟ قد ايه كبرتوا اليوم وكم فرع صرتوا رغم كل التحديات اللي واجهتوها؟ نحن اليوم بلبنان بس صرنا 6 فروع بين ماي ريجو وباتشيك. يلي تعلمته أو أنا بلشي من الإنشورنس، يعني ماي باك جراوند إن إنشورنس بالمطاعم أو بالسياحة، اللي الشرف كون لأول مرة بالعالم فوت الأكل الأرمني، كون الأمباسدريس للمطبخ الأرمني، بس أطلع من لبنان بحتى العالم الأرمني واللبناني مع بعض، وهيدا قلي الشرف لكون ممثلة هالأكل أو هالضيافة. المطبات مثل ما قالوا كتير، حياة الانتربرنور رولر كوستر، بس حياة الانتربرنور بلبنان دبل رولر كوستر، عرفتي كيف؟ عندك هالنكهة إذا بدي تطلع وتنزلي. بدي اتشكر اول شيء التيم يلي وثقوا فيي وتابعوني وضلوا حدي ونحن مع بعض اليوم، لانه لا وحدك ما فيك تعمل شيء. اوكي، بقى التيم كله اول شيء كانوا عندهم ثقه بالمطبخ الارمني لانه شيء جديد، امي ما كانت عندها فيه ثقه انه شو بدك تعملي. بقى ما بالرغم من كل شيء اليوم نحن نفتخر بالعلمين اللي عم بحملها أنا، العلم الأرمني وعلم اللبناني، بفتخر بالتيم، بفتخر كوني بلبنان، ومش رح وقف ورح نفتح مطاعم ورح نعطي هال way of living اللي ما عنده حد، ما بفتكر حدا تاني وعنده بالعالم كله. شكرا لك ألين كاماكيان، شكرا جمانة دموس، شكرا فيفيان نصر كنت معنا عبر زوم، شكرا لصمودكم يعني وإيجابيتكم رغم كل هذه الظروف. يعني مثل ما قلتوا لبنان هو مطبات أكيد، يعني من بعد هذه المرحلة حيكون في مرحلة أحسن بكتير. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة ونهاركم سعيد.